أثابكم الله. يقول السائل: ما قولكم أثابكم الله؟ هل الرجل يعتمر لأمه وأبيه وإخوته وعمه وقد ماتوا؟ نعم يعتمر لهم، لكن ما يجمعهم بعمرة واحدة، كل واحد له عمر، الحج لا يكون إلا عن واحد، والعمرة لا تكون إلا عن واحد، فله أن يعتمر عن هؤلاء، عن أمه، عن أبيه الأموات، عن عمه، عن أخيه، عن ما يريد من الأموات، كل واحد بعمره مستقلة.